ما الصيغة الثابتة لتعزية أهل الميت؟ عدة صيغ والأمر فيها ليس بملزم، إنما اختر أي صيغة تتم بها المواساة. فالرسول مرة قال اتق الله واصبري، مرة قال أخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، قال عدة صيغ. ومعاوية قال للحسن بن علي، عفوا لابن عباس، يا ابن عباس أجرك الله في الحسن بن علي.